هذا وعبر أحمد العرابة عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتكليفه على رأس لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور. العرابة أكد أن اللجنة متكونة من خبرات وكفاءات وطنية مختصة في المجال القانوني لا سيما القانون الدستوري. لقد حظيت باستقبالي من طرف السيد رئيس الجمهورية الذي شرفني برئاسة اللجنة المكلفة بتقديم اقتراحات حول مراجعة الدستور، وأني أشكره على الثقة التي وضعها في شخصي. تتكون هذه اللجنة من كفاءات وخبرات وطنية في المجال القانوني ولا سيما القانون الدستوري، وستكون لنا فرص أخرى لإعطائكم أكثر تفاصيل حول المهمة التي كلفنا بها السيد رئيس الجمهورية.